السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب المستوى الثالث مادة Risk and Insurance أو Insurance and Risk Management. النهاردة عندنا حاجة اسمها Insurance with the offender bearing part or all of the compensation. موضوع ان يبقى في واحد هو المتسبب ويدفع التعويض دوت عوضة عن شركة تأمين، أو إن شركة تأمين تطالب بحقها من الشخص المتسبب بالخسارة للمؤمن اللي عند شركة تأمين. بمعنى إن أنا دلوقتي مثلا مأمن مثلا على عربيتي يعني، وسايبها في الشارع، راكنها في الشارع، وجي واحد راح جاي خبطها، فأنا مأمن على العربية، فشركة تأمين مش هتدفع لك الفلوس، هتدفعها لك بمجرد الحادثة مش مشكلة أو الخبطة دي. بس دلوقتي اللي انت مالكش علاقه بالحادثه، ده واحد جه من بعيد خبطها لك، فيعني مفيش منطق يقول ان الشركه هنا تدفع فلوس وخلاص. لا، بتسأل بتقول ايه السبب في الحادثه، طب مين اللي غلطان، طب ايه ملابسات الموضوع، وانت بتجاوب بتقول والله الموضوع 1 2 3 4 وحصل 1 2 3 4 والشخص الفلاني ده اللي انا اتصرفت فيه، مش بتسألك انت بس. الشركة بتبعت مندوب، لأن ده دي فلوسها، فلوس بتدفعها ليك تمن تصليح عربيتك، بتبعت مندوب خاص بيها ويقول ويسأل والله يا جماعة ايه اللي حصل، ايه ملابسات الموضوع، بفرض ان اللي خبطك ده واحد صاحبك. لا، ايه، ملهاش علاقة بالقصة دي، انت لو بتحامي عليه لا، في شهود، في بتسأل مين كان مشاهد، مين شاف القصة، مين شاف الموضوع، وزي ما قلت بتشوف ملابسات الحادث، في كاميرات مراقبة، ايه اللي حصل بالتفصيل، بتشوف ملابسات حارس كامل عشان خاطر لو انت مش مسؤول عن الحادثه دي، او يعني الحادثه دي مش قضاء وقدر، فانت يعني قصدي هي طبعا كل الامور في الدنيا قضاء وقدر، بس لكن يعني في مسببات، فبتشوف ايه السبب وتمشي وراه. فلو كان هو الشخص التاني السبب ده بترفع عليه قضيه او بتطلب التعويض، دفع التعويض مفيش مشكله، ما دفعش تعويض بترفع عليه قضيه وبتاخد حقها، لانها مستحيل تدفع لك فلوس على الفاضي كده. من اقرب الامثله دي مثال زي ما قدامك اهو، بيقول ده سكيورتي اوف بيرسون اون كار، واحد مأمن على عربيته ومبلغ التأمين قدامك اهوت، مأمن على عربيته ضد خطر الحوادث ب60,000 جنيه، وسعر العربية ده فاليو اوف ذا كار ذا تايم اوف اكسيدنت 75,000 جنيه. المهم ان اللوس في النهاية كانت 35,000 جنيه، فبيقول لك عادي احسب الكومبنسيشن عادي مفيش مشكلة خالص. فانا زي ما قلت اهو، انا الرول بتاعه بيقول ان الكومبنسيشن ده ايكوال اللوس multiply by the deposit amount over the value of subject matter of the insurance. فانا عندي والله زي ما قلت اللوس 35,000 جنيه، والراجل كان مأمن على العربية ب60,000، وسعر العربية وقت ما حصل الحادثة 75,000. فالرول بتاعك اهو بتقول له ان السي ايكوال كابيتال ال multiply by دي ام اوفر اي في، وبالتالي تعوض اعمل سبستيوت، يبقى 35,000 في 60,000 على 75,000 اللي هو سعر العربية، طلع ان الراجل ياخد من شركة التأمين 28,000 جنيه. يبقى المالك ده suffer from loss 35,000 جنيه، شيل منهم 28، يبقى الراجل ده هيدفع من جيبه 7,000 جنيه. يبقى هو عشان مأمن على عربية ب60,000 بس، يعني قيمة مبلغ التأمين 60,000، فهو مش مأمن عليها بسعرها كامل، وبالتالي هو هياخد ايه المبلغ ده. يبقى الكلام دوت كان بشكل مبدئي ان هو الراجل هياخد تعويض 28,000 وهيدفع من جيبه 7,000 جنيه عشان يصلح الايه، يكمل تصليح العربية. طب تمام، وبعدين قال لك يعني بفرض يعني ان كان في متسبب عن في الحادثة دي، والحادثة والشركة طلبته التعويض، والشركة requested consumption and obtained 28,000 جنيه. يعني الراجل اللي هو متسبب في الحادثة دي، الشركة طلبت منه 28,000، طلبت منه تعويض، فهو دفع 28,000 جنيه. فالمهم ايه اللي يحصل في 28,000 جنيه دول؟ فقال لك الموضوع بسيط جدا، 28,000 جنيه دول الشركة تاخدهم لوحدها، الشركة مش دفعت للراجل 28 جنيه اللي هم الفلوس في فلوس تعويض. قال لك اه خلاص، تقول له كده compensation of the company equal 28,000 جنيه، بدون ما تكتب أي جمل أو أي كلام، مش مشكلة خالص. يبقى ده اللي الشركه هتدفعه. طب وبعدين، ولا قبلين يا سيدي الحل اللي بعد كده، بيقول لك طب افرض ان الشخص دوت if the company obtain requested obtain قصدي consumption of 40,000 جنيه، الشركه خدت تعويض 40,000 جنيه، ده بيحصل عادي؟
اكتر من دوام تصليح عربيه. بيحصل، بيحصل جدا، مش بيحصل بس. المهم بقى ال40,000 جنيه دول يتوزعوا ازاي؟ عايزين نعرف. والله قال لك مبدئيا الشركه بتاخد حقها، انا اماونت اوف 28,000 جنيه اثبات تو ذا انشورنس كمباني، بيدفعوا مباشره لانشورنس كمباني علشان خاطر ايه؟ هي رفعتهم للمؤمن، وبالتالي الريميننج او ريميننج اللي هو المتبقي بالنسبه لنا، او بنقول عليه انكريز اماونت، نسبه المبلغ الزياده ده، بتقول 40,000 جنيه ناقص 28,000 جنيه، يعني في النهايه يتبقى معانا الريميننج بتاعنا او الانكريز اماونت بتاعتنا 12,000 جنيه. يبقى انا دلوقتي هيتبقى لي 12,000 جنيه من ال40 اللي الشخص دوت ايه اللي الشخص ده دفعه. طب تمام، يبقى انا عندي دلوقتي ايه 12,000 جنيه زياده عايزين نوزعهم بقى. قال لك عشان توزعهم بتعمل ايه؟ قال لك مبدئيا كده بتقول التوتال بتاعك ايه، التوتال ده بتجيب حاجه اسمها التوتال. ايه التوتال ده؟ قال لك انكريز انشورنس اماونت والكار برايس. الانشورنس اماونت اللي هم 60,000 جنيه وسعر العربيه هو 75,000، يبقى في الجنيه بتاعنا 135,000 جنيه. طب وبعدين يا سيدي؟ عشان تحسب الكمباني اماونت اللي هي تاخدها من 12,000 جنيه عباره عن انكريز اماونت اللي هم 12,000 جنيه اللي هم زياده ملتبلاي باي انشورنس اماونت اللي هو 60,000 جنيه على التوتال اللي انت لسه جايبه دوت اللي هو 135,000 جنيه. طلع ان الشركه في الحاله دي تاخد 5,333 جنيه من ال 12,000 جنيه زياده. طب والباقي؟ الشخص المؤمن، الكميه بتاعت الشخص المؤمن اللي هو بنقول اهو انشورد اماونت ايكوال انكريز اماونت ماينس كمباني اماونت، يبقى الكلام ده بالنسبه لي ايكوال 12,000 جنيه، يشيل منهم 5,000 اللي الشركه هتاخدهم، يتبقى للراجل كام؟ 6,666 جنيه اللي قدامك دول. طب واحد يقول كده هو الراجل خسر في الاخر ولا كسب اللي هو بتاع صاحب العربيه ده؟ هنقول طبعا خسر. ليه؟ لانه اصلا كان متحمل 7,000 جنيه من جيبه. لما الراجل دفع تعويض زياده الشركه خدت منهم 5,333 جنيه. طب وبعدين؟ قال لك لا، قال لك هو خد بس 6,666 جنيه، يبقى خسر كده 333 جنيه وشويه فكه كده. مش خساره كبيره بس خسر. يعني بالرغم ان هو خد، ان الشركه خد تعويض زياده، الا انه برضه خسر. طيب نشوف بعد كده اكزامبل 2. بول ا بيرسون هاد سكيورد افيلا هي اونز فور ذا ريسك اوف فاير ات ان اماونت اوف 100,000 جنيه. اند وين ذا ريسك اوف فاير از فيريفايد ثرو شورت سيركيوت، يعني حصل ماس كهربائي يعني في دوائر كهربائيه. المهم ان هو كان مأمن على الفيلا بتاعته ب 100,000 جنيه، بس سعر الفيلا في وقت ما حصلت الحادثة دي كان 150,000 جنيه. assuming that the value of loss equal 50,000 جنيه، بقول لك احسب consumption اللي هو هياخده المؤمن ده. فطبعا في البداية انا بقول لك احنا الخسارة 50,000، الراجل كان مأمن ب 100 وكان عنده زي ما قلت 150,000 جنيه. ده مبلغ ليه؟ ده سعر الفيلا. فانت كل اللي هتعمله انك تضرب لي مبلغ الخساره في مبلغ التامين على قيمه الشيء ده، وبالتالي زي ما قلت اهو 50,000 جنيه في 100 على 150، طلع في النهايه ان الراجل ده هياخد تعويض من الشركه 33,000 جنيه وشويه تلاتات جنب بعض. طب الراجل ده خسر قد ايه في القصه دي؟ والله يا سيدي هو كان خسران 50 كلهم على بعضهم، الشركه اديته 33، وبالتالي في النهايه ايه؟ طلع الراجل 16,666. طبعا انت ممكن ما ترتبش كل الارقام اللي هي بعد الديسمال بوينت دي، يعني الارقام بعد الديسمال بوينت دي مش مشكله، مالهاش لازمه خالص. تقول ان هو خد 33,000 جنيه 333 جنيه وخسر 16,666 جنيه بس، لا اكتر من كده ولا اقل من كده. طيب بيقول لك يعني لو انت عندك حالات زي مثلا ان المتسبب في الحادث دوت والله كان شخص عند الكمباني زي ما تقول كده خد التعويض، طلب بتعويض وخدته وخد 30,000 جنيه، لو الشركه خدت تعويض 30,000 جنيه من الشخص المتسبب بالحريق ده، هي رفعت 33 للشخص المؤمن على الفيلا بتاعته. لما يجي لها تعويض 30 من الشخص اللي عمل المتسبب في الحريق ده، اكيد مش هتدي المؤمن حاجه ثانيه يعني، لا هتفضل. طالما ان هي اول حاجه الشركه بتعملها بعد ما تاخد تعويض من المتسبب في الخساره ده، اول حاجه بتغطي بالتكلفه اللي هي رفعتها. والله دلوقتي هي الراجل دفع 30 وهي دفعت 33، تاخد 30 كلهم. والله دفع 33 و333 هتاخدهم برضو كلهم، يبقى دفع بالظبط او اقل هتاخد الفلوس كلها. اما لو دفع اكتر من
مبلغ اللي هي رفعته الشركة للزيادة بتقسم. يعني بقول لك مثلا لو الراجل ده رفع 50,000 جنيه في حالة تانية ايه اللي يحصل؟ قال لك لو الراجل ده دفع 50,000 جنيه فمبدئيا كده انا عندي ال 50,000 جنيه، شيل منهم ال 33,000 جنيه، هيبقى 16,000 جنيه. دي ايكوال ساين، يبقى ده المبلغ المتبقي. عايزين بقى نقسم المبلغ المتبقي ده بين الشركه وبين ايه؟ وبين الراجل. قلنا اهو بنجمع الاول نجيب التوتال، قلنا اللي هو انشورنس اماونت بلس كار برايس او فيلا برايس، مش ما تفرقش يعني. فجمعت في النهايه ال 150 وال 100 طلعوا 250 جنيه. عايز اجيب بقى الشركه تاخد قد ايه من الفلوس الزياده دي؟ قلنا والله هنقول ان كمباني اماونت ايكوال انكريز اماونت ملتبلاي باي انشورنس اماونت اوفر التوتال. فانا انكريز اماونت كانوا 16,666 جنيه. الراجل مأمن ب 100، التوتال بتاعنا اللي هو التأمين والأسعار الفيلا كان 250، طلع إن الشركة تاخد مبلغ زيادة عن اللي هي دفعته. يعني هي دفعت للراجل صاحب الفيلا ده 33,000 جنيه، 333 جنيه خدتهم الأول، وبعد كده خدت كمان فوقيهم زيادة عشان خاطر التعويض جه أكتر من اللي هي دفعته، فهتاخد مبلغ كمان زيادة 6,666 جنيه. اللي بقى صاحب الفيلا هو اللي هياخده، اللي هو نقول insured amount equal increase amount minus company amount، يبقى في النهاية equal 16,666، شيل منهم 6,666، في النهاية بقى الراجل 10,000 جنيه. يبقى الراجل في البداية خد 33,000 جنيه من الشركة، وخد كمان 10 من الفلوس الزيادة اللي جت تعويض من الشخص المتسبب في الخسارة. وبالتالي فانت اجمع 10 و3 و43 و33 يبقى 43. يبقى في النهاية كده الراجل ده اللي هو حصل له خسارة في بيته ده خد 43,333 جنيه اجمالي اللي هو خده كتعويض من الشخص المتسبب ومن الشركه. يبقى خسر مبلغ الباقي اللي هو كان اللي هو 6,666 جنيه، ده خسره اللي هو عشان هو كان في البدايه خسر 50، ده الايه توتال التكلفه اللي كانت عنده ايه كلها. نتقابل ان شاء الله المحاضره الجايه، ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله هيبقى اجازه رسميه، ولكن ان شاء الله نتقابل المحاضره الجايه. زي ما قلت اللي عمل الاساينمنت يقدر يجيبه خلال اي يوم في الايام الاسبوع، حد اي يوم حد مش مشكله خالص. بالاضافه ان انت ان احنا ان شاء الله هنمتحن، خلاص هنمتحن اونلاين مش في الجامعه، هنعمل امتحان اونلاين ان شاء الله من الترم، اللي هو بتاع اللي هو على 20 درجه هيبقى اونلاين. هنتفق على يوم والميعاد بتاعنا ان شاء الله. المحاضره اول محاضره هناخدها، اول محاضره هنتقابل فيها هنتفق على ميعاد الميد ترم بالوقت بتاعها، ونتقابل ان شاء الله ايه في اليوم ده ونمتحنكم ان شاء الله على خير. لحد هنا كده انا يعني، حتى لو في حاجه بعد كده زياده فاحنا ان شاء الله هنراجع، مش هناخد حاجه جديده. يعني لو ان شاء الله هنتقابل قبل الميد ترم، لو هنتقابل في اي يوم قبل الميد ترم في المحاضرات يعني ان شاء الله. انا عشان ما اعرفش بس يعني كده كده عندنا محاضرات اكيد في الاسبوع، بس يعني الاسبوع الجاي اجازه رسميه. المره اللي بعدها ان شاء الله هنتقابل فيها هنحدد ميعاد امتحان الميد ترم، وفي نفس الوقت هنعمل ريفيجن على كل اللي اخدناه وشكل امتحان الميد ترم هيبقى ازاي. وبالتوفيق ان شاء الله، واشوفكم على خير يا شباب.